السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في مقطع جديد من محاكي الدراجة. اهداء سريع كذا دام بنوقف على إشارة نقول شوق قلبي كبير عشق كثير ما لا خير. شوق أدري أن الصوت لكم عليه ولكن لزوم اهداء والله. يا حي الله الشباب، وش الاخبار؟ طيبين. اول شيء بدايه المقطع هذا تست يا جماعه الخير للمايك وتست للكاميرا اللي جالس اصور فيها حاليا اللي هي نستا 360X2. طبعا الكاميرا هذه تمتاز بتصوير 360 درجه، بعدين اقدر اتنقى اي زاويه. سبب هذا المقطع بكل اختصار الكومنتات اللي جتني. يعني تخيل انت قاطع سنه ونص وتجي تحصل كومنتات وينه وينك عسى ماشر وين الغيبة. هذه المنطقة يسمونها الجادة مثل ما تشوفون، في مباني طلاب من وراء، وكان جميل جميل جدا صراحة. بعض الأحيان أجي أوقف الدراجة الفترة الأخيرة، دخلت في جدولي روتين رياضي من المشي من الهرولة، غطي يمين واللفة المعاكسة بغطي الاتجاه الثاني. المكان هذا مثل ما قلت لكم هنا في نادي رياضي على اليسار، بس خلينا من الجهة اليسار. جهة اليمين هنا ما شاء الله مطاعم مشهورة، إذا جيت بالليل ما راح تكون الجودة حلوة، ممكن أجيب لكم لقطات في الليل إن شاء الله إذا سنحت فرصة. ما شاء الله تبارك الله، شوف تجمع شباب وأغلبهم أتوقع طلاب. المكان حلو كمشي كسايكلينج. شوفوا على اليمين الباص مغطيها، بس فيه سياكل كثير للإيجار، بالساعة فيها أبليكيشن تنزله وتصير تاخذ. حتى بيكون على اليمين هنا فيه واحد ما شاء الله، من كثرة السيارات اللي موقفة هنا ما قدرت ألحق أصور. أيوة مقابل المكان اللي أبغى أصوره، شوفوا هذا اسم الأبليكيشن، يلا تصور الباركود وتاخذ الدراجة. إيش رأيكم نوقف هنا ننزل ناخذها مشي؟ مفروض كنت أوقف صراحة هناك بالعرض حتى أني ما أخذ مجال مساحة من السيارات، أو إني عاد وفرت مساحة. يعني إني شو، ها في واحد استفاد منه. لا تحتقرون الأعمال يا شباب. شوف الفلة ها، موضوع التصوير في الأماكن العامة يا جماعة الخير والله تحدي. تمسك الكاميرا قدام الناس موضوع ما هو بهير مثل ما تتوقعون. سبب الغياب يا جماعة الخير بختصر لكم إياه في سببين. السبب الأول طريت لكم إياه في المقطع الأخير وقلت لكم إني راح أنتقل إلى سكن جديد ومنطقة جديدة وشغل جديد، فهذا تقريبا أقدر أقول 50% من سبب الغياب. انتقلت إلى مجال الطرق وكنت في مجال المباني. أي مجال تدخله جديد يعني يوميا راح تواجه شغلات جديدة عليك وتركيز كثير صراحة في الموضوع هذا. المهم السبب الثاني والأخير اللي شكل 50% الباقية اني معريس اتزوج. عين الله تراك وجمر النجوم. والف الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. قبل 4-5 شهور زادتني أول مولودة وسميتها شيخة، شيخة فرج. هذه السببين اللي شكلوا صراحة الغياب، أعتذر منكم. فشكر خاص والله لكل من كتب وسأل عني في هذا الغياب. يعني تخيل أنت تتابع شخص قطع سنتين تدور على قناته تكتب له كومنت وينك واشتقنا المقاطع من هذا الكلام، فهذا يبين لك مدى كم يعزك هذا الشخص، وأقل شيء يسويه إنه ينزل لك هذا المقطع وأشكرك فيه. طيب يا شباب، الفترة الجاية بتكون فترة بلوجات مثل ما تشوفون في أماكن سياحية ممكن أستعرض لكم إياها على الدراجة، يعني أماكن كثيرة صراحة ممكن الأفكار، وأحتاجكم تساعدوني بموضوع الأفكار. إيش اللي في بالكم؟ وش ودكم تشوفون من محتوى خارج البيت؟ طبعا يعني الألعاب ما أقول إني بقطعها بشكل كامل، أنا أحس إن في وقت برجع لها، بس الفترة هذه أنا ما أقدر. فصراحة قلت بما أن الفترة هذه ما راح أقدر أنزل ألعاب، ليش ما أنزل المحتوى اللي أقدر أسويه؟ يعني خلاص قطعت سنتين، ممكن إذا ما نزلت هذا المحتوى ممكن راح أكملها 4 سنين أو 5 سنين، فالقناة راح تموت، وما أتوقع أني بعد 4 أو 5 سنين راح أرجع. فقلت نزل الشيء اللي تقدر تنزله من فلوقات أو أي محتوى ممكن يصوره وأكمل. لأن صراحة 20,000 اللي وصلتها والله مش شوي، يعني 500 مقطع نزلتها في القناة، ما أريد القناة هذه تروح. وملاحظة صغيرة يا شباب قبل كل شيء، المقطع هذا اللي تشوفونه أنا صورته في مرحلتين، فبتلاحظون فيه فرق في الجودة. أكيد في هذا المقطع بتشوفون فيه كاميرا كذا شوية عليها أزرق
وفي كاميرا وضوحها أفضل اللي هي هذه الكاميرا اللي أخذتها، وراح أدمج بين اللقطات وراح أدمج بين الكلام. وبس يا شباب راح أترككم مع باقي المقطع، راح تشوفون منطقة التركات اللي هناك. لا تنسى اللايك والاشتراك إذا ما كنت مشترك، ونشوفك على خير. في صدفة غريبة أني يوم أني بركنت بركنوا، ويوم أني طلعت نفس السيارة طلعت. يا جماعة الخير توقعوا أني مراقب طالع طالع. أنا والله طالع. أعطوني مجال. خبروهني على وصلة حيت. شو هذه التركات على يميني يا أخوان، وفيه تركات من الجهة المقابلة. المكان جميل هذا، مكان جميل، لازم تصور فيه، لازم تدخل فيه، تأخذ لك لقطتين. أيوة صورني. كيف حلو المكان حبيبي؟ حسيت اني دخلت مكان غسيل سيارات والله. يلا هذه تركات تشوفونها، تدخل كذا دخلة، تاخذ لفة من هناك وتدخل تطلب اللي تباه. افضل تراك عندي وافضل دجاج هو هذا، ايش اسمك انت؟ تشيكن كورن. والله جميل يا اخوان، والله جميل، نكهة مميزة. هلو بوس. أجمل وقت تطلع فيه بالدراجة بعد صلاة الفجر وقبل صلاة المغرب، أجمل وقتين بدون منازع. فعل جرس التنبيهات وشوفك المقطع الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.